لا يزال أهل الجنوب الجزائري وخاصة أهل البادية يحضرون اللبن على طريقة الأجداد، وذلك عن طريق الشكوى، حيث كانت الشكوى حلا جيدا لحفظ الحليب وتحويله إلى لبن حامض مع الزبادية منذ القدم، كما كانت تستخدم لتخزين السمن والعسل والتمر. وتصنع الشكوى من جلد صغار الماعز بعد ذبح الشاه، فبعد الذبح يتم قطع الرأس وسلخ الجلد بطريقة لا تترك أي شوائب أو دهون في جلد الذبيحة من الداخل. ثم تأتي مرحلة الدبغ، وهي المرحلة الثانية، حيث تتم باستخدام أوراق الزيتون ونبات الشعرة، ويتم وضع المياه في إناء كبير يسع حجم الجلد، وتسبخ أوراق الزيتون أو نبات الشعرة، وينقع الجلد في المياه لمدة تزيد عن 10 أيام حسب ما يتطلبه الجلد من وقت وما يراه المصنع. ثم بعد ذلك يتم استخراج الجلد من المياه، فمياه الزيتون تقوم بتسهيل التخلص من الشعرية وإزالة راحة الجلد وإفرازاته تماما، كما تعطي الجلد ملمسا خاص ولا يتفاعل مع اللبن أو الزبدة. وبعد الانتهاء من عملية الدبغ يتم غسل الجلد بالماء والمنظفات ما يقارب عن 5 مرات مع مراعاة التجفيف في الشمس عقب كل مرة، ثم بعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام بعد فركها بالحلبة والملح المطحونة.